انا اقصد اقول كان اللي احنا بنعمله ده هو يعني انا اسمع كتير يقول لك ايه انتوا بتعملوا شبكه الطرق ليه؟ ايه الكباري ديت؟ طب ادونا ناكل. ما انا لو ما عملتش كده انا هظلم الجيل ده والقادم والله. لو ما كانتش البلد يتعاد والخطه الاستراتيجيه بتاعتها اللي اتعملت من قبل انا ما اجي وقبل اللي قبل مني ما يجي يا دكتور مصطفى، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح يا فندم. لو ما اتعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي وبنضيع الناس. بنضيع البلد دي ونضيع الناس. طب احنا في خير ونعمة؟ أيوة والله العظيم احنا في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طولت عليك بس كان لابد ان احنا نقول ايه؟ اللهم امين. ربنا يوفقكم.